أقدم الفرانكو الجزائري ياسر الحماش لاعب نادي بوفيستا البرتغالي على استخراج جواز سفره الجزائري تحسبا لتلقيه استدعاء من الناخب الوطني جمال بلماضي الذي وضعه ضمن مخططاته في الآونة الأخيرة حسب عديد المقالات الصحفية، ليكون بذلك اللاعب الثاني الذي قام بهذا الإجراء بعد مدافع فالفيك الهولندي أحمد طوبة. ونشر حماش صورة لجواز سفره الجزائري على حسابه الرسمي في انستغرام بفخر واعتزاز كبيرين، وفي رسالة موجهة إلى الناخب الوطني جمال بلماضي يبدي من خلالهما استعداده للالتحاق بالمنتخب الوطني، كما أن هذه الخطوة تعد استجابة لشرط بلماضي المتمثل في ضرورة إبداء أي لاعب مزدوج الجنسية لرغبته في اللعب مع الجزائر دون تردد، حيث سبق له أن كان تصريحه بخصوص هذه النقطة واضحا جدا، وشدد على أن من يريد اللعب للمنتخب الجزائري عليه أن يبدي تعلقه ببلده ولا يتردد في الخيارات إن كانت متعددة لديها حتى يتم استدعاه للخضر، وهذا ما يبدو جليا لدى مدافع نادي نيس الفرنسي السابق. وولد حماش في فرنسا من أبوين جزائريين وتخرج من أكاديميات نادي نيس الفرنسي، لكنه لم ينجح في فرض نفسه مع الفريق الأول كحال عديد اللاعبين مزدوجي الجنسية المولودين بفرنسا أصحاب المواهب كحال سعيد بن رحمة نجم ويست هام الإنجليزي ومنتخب الجزائر الذي تخرج أيضا من أكاديمية نيس ولم ينجح في فرض نفسه معه، ولكنه عرف سطوع نجمه بعد تغيير الأجواء. فحماش بعد تجربة نيس انتقل إلى نادي بوفيستا البرتغالي الصيف الماضي، حيث تمكن من فرض نفسه في بطولة تعد خزانا للدورية الأوروبية الكبرى والأكثر متابعة من قبل كشافي الموهبة. كما بات لاعبنا الجزائري من أبرز لاعبي الرواق الأيسر في الدوري البرتغالي، مما جعله محل إشادة كبيرة من المتابعين. هذا وشارك يانيس حماش في 15 مباراة من أصل 18 في الدوري البرتغالي هذا الموسم، رغم منصبه الدفاعي فقد سجل هدفين وصنع اثنين آخرين، كما لعب 50% من هذه المباريات بصفة أساسية، ويتوقع متابعون تطور مستواه بشكل تدريجي على اعتبار أنه يلعب لأول مرة منذ بداية مشواره في بطولة معروفة وبصفة منتظمة. ومن المنتظر أن يجري الماضي عديد التغيرات على التشكيلة الوطنية خلال طرابلس شهر مارس المقبل بمناسبة آخر مباراتين في تصفيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون أمام زامبيا وبوتسوانا، خاصة في ظل تأهل زملاء موندي المبكر من خلال تجريب عديد الأسماء على غرار طوبة وزروقي وربما حماش المتوقع تواجدهم خلال هذا طرابلس. ويجدر بالإشارة متابعي شمس ألبو أن هذه الأسماء الأخيرة طوبة وزروقي سنخصص لهم فيديوهات تعريفية أيضا، فكونوا في المتابعة ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وإذا حبيتوا تدعمونا ما تنسوش ديروا جيم. إذا عجبكم الفيديو ما تنساش دير جيم، تابوني وتفعل جرس التنبيهات باش يلحقك غير جديد، وإذا ما عجبك ما عليش يا خويا، إن شاء الله يجي فيديو واحد أخر تشوفه ويعجبك. حاجة واحدة أخرى عفوا، بصح بزاف على الدعم تاعكم، وهذا ما كان، سلام.